بيبدأ فيلمنا النهاردة مع برينت وهو في حفلة عند صديقه نير وكل أصحابهم في المدرسة، وبنروح لجيس اللي كانت بتحب رايان بس بتنفصل عنه لما بيسافر في الصيف، وصديقتها بتقول لها إنه شخص مناسب ليها وأبوه عنده أكبر شركة أدوية، وبيحاول برينت إن يقرب لجيس لكنها بتصده، وبعد كده بيحط مخدر في المشروب بتاع جيس بس زميله نير بيشوفه وبيروح يعتذر لجيس وبيديها المشروب وبيعرض عليها يروحها، وبتركب معاه العربية والمخدر مفعوله بيشتغل وبتتخدر جيس وبرينت بيعتدي عليها. وبتصحى جيس تلاقي نفسها في بيتها ومش فاكرة أي حاجة حصلت، بس بتشوف زراير هدومها مفكوكة، وبعد كده بتلاقي ريان رجع من السفر وبيقول لها إنه بيحبها وبيرجعوا لبعض، وبعد كده بيروح برينت وريان التمرين مع بعض، وبيلاقي برينت إن جيس رجع التاني لريان وهو بيعمل نفسه إنه مبسوط إنهم رجعوا لبعض. وفي يوم وجيس مع ريان في البيت بتحس بتعب وبتروح للدكتور وبتعرف إنها حامل في توأم، بس لأنه أم ريان ما كانش بتحب جيس بتشك إن اللي في بطنها من ريان، وبتقول إن جيس لازم تعمل تحليل DNA، والكلام ده طبعا بيعصب أهل جيس اللي بيقولوا إن بنتهم هتحتفظ بالأطفال. وبعد كده بيتكلم أهل جيس على مستقبل جيس مع الأطفال، لكن جيس بتقاطعهم وبتقول لهم على اللي حصل يوم الحفلة، وأهلها بيفهموا إن برينت خدرها واعتدى عليها وهي بتأكد عليهم بس ما عندهاش دليل، وأهلها بيكونوا عايزين يبلغوا الشرطة، بس جيس بتقول لهم الأول تعمل تحليل DNA، وبتعمل التحليل بس النتيجة بتكون صادمة، والدكتورة بتقول لها إن التوأم في بطنها طفل مطابق لريان والطفل التاني مش مطابق ليه، ودي حالة طبية نادرة بتحصل بسبب تعدد العلاقات. وبتتحرك جيس من برينت وأهله اللي بيسيبوها وبيمشوا، وبعد كده بيبلغ أهل جيس الشرطة وبيتهموا برينت إنها اعتدى على بنتهم، وبتروح المحققة لأهل برينت وبتقول لهم على الاتهام الموجه لابنهم، لكن أبو برينت بيقول إنهم عيلة معروفة وابنهم مش ممكن يعمل كده، والمحققة بتقول إن ابنهم لازم يعمل تحليل DNA وإن الموضوع مش اختياري. ولما برينت بيلاقي إن مفيش اختيار قدامه بيقول إن جيس عملت معاه علاقة بمزاجها، وبعد كده بينزل برينت صور جيس وبيسوق سمعتها، وبتقابل جيس ريان في المدرسة وبتحاول تقوله إنها ملهاش ذنب في اللي حصل، وفي الأول بيرفض إن يصدقها بس بعد كده بيصدقها. وبعد كده في التمرين بيبدأ برينت وريان يضايقوا بعض في التدريب، وبرينت بيستفز ريان وبيقوله إن جيس عملت معاه علاقة بمزاجها وكمان ليها علاقات مع ناس تانية، وريان بيتعصب وبيزق برينت. وبعد كده بتروح المحققة لبيت أهل جيس وبتقول لهم إن نتيجة التحليل طلعت وفعلا الطفل ابن برينت، بس برينت بيقول إن جيس عملت العلاقة برضاها ومفيش أي دليل إنه اعتدى عليها، والمحققة بتعرف من جيس أسامي أصحابها اللي كانوا في الحفلة عشان تحقق معاهم، وبتكلم جيس ريان عشان تقول له اللي حصل وإنها عندها فرصة تثبت إنها مجني عليها، وهو الكلام ده بيبقى مش همه وكل اللي شغله إنه يربي طفل مش ابنه. وبتحقق المحققة مع طلاب المدرسة، وبيقول نير لبرينت إن الشرطة هتحقق معاه وهو شاف كل حاجة وهيعترف، وفي الوقت ده بيقابل ريان جيس وبيعتذر لها على طريقته معاها وبيقول لها إنه هيتحمل مسؤولية التوأم وهيحب الاتنين زي بعض لأنهم أولادها، وبيروح أبو برينت وبيهدد نير إنه لو اتكلم في التحقيق مش هيخليه يتقبل في الكلية، وفعلا لما بيروح نير التحقيق بيقول إنه ما يعرفش حاجة، والشرطة بتبلغ أسرة جيس إن القضية اتقفلت بسبب عدم وجود دليل، وجيس بتكون حاسة بالذنب إنها شايلت عيلتها حمل تقيل وهم ظروفهم المادية صعبة، وكمان برينت هيفلت باللي عمله. وسكوت أبو برينت بيعرف إن عيلة جيس هترفع دعوة إثبات نسب، وده لو حصل سمعة العيلة هتبقى في الأرض، وعشان كده بيحاول إن يتفاهم مع جيس، وبرينت بيحط حبوب في المشروب تفقد التوأم، وجيس بترفض عرض سكوت وبتقول إنها لو وافقت على عرضه واتنزلت عن الدعوة هيبقى ده فعلا معناه إنها عملت العلاقة بمزاجها. وبعد كده بسبب الحبوب اللي خدتها بتتعب جيس وبتروح المستشفى، لكن بيتم إنقاذ الطفلين. وبعد كده برينت كان مع زميلته كريستين في العربية بتاعته وبيحاول يقرب ليها لكنها بترفضه، وبيحاول برينت ان يغتصبها لكنها بتسيب العربية وبتمشي. وتاني يوم في المدرسة بتشوف جيس اثار كدمات على ايد كريستين وبتعرف انها من برينت، وبتقول لكريستين انها تبلغ عن برينت عشان يتعاقب، بس كريستين رفضت انها تتكلم، وبتيجي رسالة لجيس من واحدة اسمها ايميلي وبتطلب منها انها تقابلها، وبتروح جيس تقابل ايميلي وبتقول لها ان برينت اعتدى عليها واهله خوفوها،
وسكتوها بالفلوس، لكن دلوقتي هي ممكن تشهد عليه عشان ياخد عقابه، وكان برنت مراقبهم. وبعد كده بتعرف جيس ان ايميلي عملت حادثة وماتت، وبتعرف ان برنت قتلها. وفي يوم برنت كان عنده ماتش وريان بيقرر ان يفضحه، الجمهور بيرفع لفتات ان برنت بيعتدي على البنات، بس المفاجأة ان جيس لما بتبص على نور الكشاف بتفتكر ايه حصل لها يوم الحفلة، وبتفتكر المكان اللي اعتدى عليها برنت فيه. والشرطة بتفرغ الكاميرات وبيبقى في دليل على برنت وبيتقبض عليه، لكن ابوه بيطلعه بكفالة، لكن بسبب اللي حصل سمعة شركة ابو برنت بتبقى اتدمرت، وسكوت بيخسر فلوس كتير وبيطرد ابنه برنت. وبرنت بيروح بيت جيس وكان عايز يقتلها لكنها بتهرب منه، بس هو بيمسكها وكان خلاص هيقتلها، لكن بيجي ابوه وبيحاول يهديه بس بيتصاب وبيموت. وبعد كده بتخلف جيس الطفلين وبتعيش في سعادة مع ريان، والفيلم بيخلص على كده.